ليتني أنا عندك وديما وين؟ قاعدة عنده ولحالة، مو على أساس كلنا بخطر؟ لا سوزان مستحيل، ما عاد أوثق فيه ابنه. حاولت كتير حافظ على هالحب، بس هو راح فوراً اتجوز ديما، وفوق كل هاد ما خبر ابني لأيمتى. ورغم كل هالشي حسيت إني بقدر أنسى كل شي وسامحه، بس كرمال الحب اللي كنت حاسسته. أما هلأ ما عاد في شي، خلص كل شي انتهى، الجرح تبعي صار كبير. عمران مجرد ذكرى حلوة وصارت بشعة، انتهت. مساء الخير. مساء النور عمران بيك، شرفت. وليد، حدا اجا وجاب مصاري شي؟ ايه، واعطوهن لست ديما وكل شي تمام. طيب، وفي حدا منكن اجا بغير موعد حراسته شي؟ لا، ما حدا. يعني كل شي تمام وما صار شي منه؟ لا، كل شي طبيعي، ما اجا غير الموظف. ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيك. لقيت بابا نايم وما حبيت فيقه. خير ما عملت يا بنتي، أصلاً إذا فاق شو بده يطلع بإيده يعمل؟ شايفتك تحسنتي، ما هيك أمي؟ ماشي الحال. هيك لكان رفيف شاكة إنه ديما ورا كل هالقصص، بس كأنه عم بتبالغ شوي. يعني لا تنسى إنه صار في حريق بالقصر. ها عمران. مساء الخير. مساء النور. شو وينها ديما؟ مثل العادة قاعدة عند الأولاد. مو معقولة على هالحنية. هلأ حتى نامت، لا تفيقها. قال أنت اليوم سحبتي مبلغ كبير. إيه؟ ليش شو فيها؟ ما أنت بالبيت، شو بدك بهيك مبلغ؟ سحبته مشان أمي. مشان أمك؟ إيه طبعاً عمران، فيك تتصل فيها وتتأكد. هي متعودة تسحب مصاري وتصرفهم على شغلات بلا طعمة، وبتقلي الشغل بس ما في هيك شي، تعرف حركاتها. ماشي عمران، لا تزعل من رفيف، هي معها حق. كتير صعبة عليها نكون سوا بالبيت نفسه. أنا ما بلومها وما عندي أي مشكلة تجاهها. هلأ باخد البنت وبمشي، المهم ما أكون سبب الخلاف. حاكيها وإلا ترجع. مو وقت هالحكي هلأ، أهلي عم بيستنونا على العشاء. صحتين وهنا. على قلبك. على قلبك عمران. اسمع شو بدي قلك، رفيف اليوم الصبح ضبط اغراضها وراحت. أمي مو وقتها هلأ، عم ناكل. طيب قول صحتين وهنا. صحة على قلبكم. تفضلي. تفضلي. أكرم بيك رجع اسطنبول عمي. دريت حكاني، بكرة لازم شوفه. مين هذا أكرم بيك؟ صاحب شركة التغليف؟ ايه. أنا كتير بحترمه، سلم لي عليه كتير أخي بعد إذنك. أكيد بيصل. كان عنده ولد جود، عمل حادث سير بالزمانات ومات ومرته وأمي. يا حرام مسكين. ما بعرفه كتير، بس يلي بعرفه أنه هو من وقت الحادث ترك الشركة. الله يعينه، ما تحمل من قهره. وابنه كان صغير؟ ايه. ايه يا حرام، هو من جيل مراد لا فال عليه. حرام ومرته كمان. شو رح تعمل إذا سألك أكرم بيك عن رفيف ونحن بالنهاية عم نشتغل على مشروعه؟
نحكي له اللي صار عادي. خلينا ناكل. وأخيرا رجعت على البيت. شو بدي أعمل؟ أنت مو مشغولة؟ قصدي هلأ وقت العشاء. أحسن مالك قاعد وعم تتفزلك احكي لي. عن جد تركت الشغل؟ صحيح، في عندك أي مانع؟ حط الجيتار على جنب. حدا بيعمل عملتك؟ ليش حتى تترك شغلك؟ سهل تلاقي غيره؟ وأنت كمان رح تتركي وبدون أي نقاش كمان. اسمع، أنا ما رح أخسر شغلي مشان ترتاح أنت وأخته لمحمود، وما رح اسمح لك تبطل كمان. لحظة شوي، مين محمود ومين أخته؟ أنت عن شو عم تحكي؟ ملك أخته لمحمود يا سليم، أخته. موجوع كتير أخي؟ إيه شوي، وقت ياخد الدواء مفعوله برتاح. أمي ما رضيت تحكي لي، مين يلي قوصك؟ لا تشغلي بالك، مو مهم تعرفي، شي ومضى. ماشي. ملك، أنت إجيتي خصوصي مع أمك على اسطنبول؟ إيه، طبعا اجينا مع بعض. ايه، كل يومين ثلاثة وبطلع. ارجعوا انتو على هاتاي، ما في داعي تضلوا هون. ما بدي ارجع بنوب. ليش ما بدك؟ ها؟ يلا حكي لي لشوف. قصدي ما بدي روح واتركك وانت بهالحالة هي. شفت حنان وحكت لي انت طول الوقت قاعد بالبار، واجيت لأحكي معك لقيتك نايم. وقتها رن جوالك، اطلعت على الجوال بدي رد، شفت صورتها، وقتها عرفت كل شي. مدري ليش ما عم بقدر صدقك. وحياتك هاد يلي صار، ولك هي أم محمود بيكون اسمها سعاد، وكانت صحبة مع أمي، هنن وعيلتي ورقان على عداوة. وليش؟ ما بعرف، ما حدا حكالي. والله عقلي ما عم يستوعب شي أبدا. لما تقوص محمود الست سعاد اجت على القصر، وكل هالفترة مقضينا بالمشفى. أنا لازم أمشي. لوين؟ مو قلت لك مبارح إنه قرايبنا بالمستشفى؟ اليوم عنده عملية، لازم روح فورا. تقبرني يا ابني، بعد عن هي ملك، أصلا هي هربت وإجت على اسطنبول من قبل ما يتقوص أخوها. كيف؟ هربت من البيت؟ ليش هي ما حكت لك؟ أمي ما عاد أدران اسمع شي، بكفي بقى. ليك سليم، عمران بيك مفضل علينا، بحياته ما قصر معنا، ليش لنعمل فيه هيك؟ بيزعل. أمي بعدين منحكي ممكن؟ حكيت مع الشرطة أخي؟ حكيتهم، قال ما في شي جديد منوب. عمران، لإمتى بدنا نضل محبوسين بهالبيت؟ والله ملينا، خلينا نطلع نشم هوا. وما رح نطلع لحالنا؟ إيه عن جد عمي، خلينا نطلع طقت روحنا من هالقعدة هاي. طيب ماشي، طلعوا، بس عطوني خبر بالأول، ولا تطلعوا بدون مرافقة أبداً. طيب فينا نرجع على بيتنا عمران؟ طالما ما رح نضل بلا مرافقة؟ لا ما في روحة، رح تضلوا عندي بالبيت، حفيدتي ما لا طلع من هون. وأنا كمان بدي بنتي تضل هون، وهذا آخر كلام مفهوم؟ ما في حدا يروح نهائياً. حاضر. اسمعوا هالأزعر، لسه ما نام لهلأ. بابا. أخي عمري، أنا مرق علي قصص صعبة، وشوفوا كيف صار يتعلق بأبوه، يقبرني الحلو أنا. Thank you.
رفيف، شو عم تعملي؟ ليش انت من التخت لازم تنامي؟ اشتقت لمراد كتير يا سوزان، ومو جايني نوم، قمت اتفتل شوي. شفتي كرمال عنادك عم تنحرمي من شوفته؟ يعني ليش هالحكي؟ اتصلي بابنك وحاكي. بمين بدي اتصل بهالوقت؟ بعمته مريم؟ لا، بعمران. لا مستحيل، ما رح ادق له ابدا. عادي، اتصلي قولي له بدي حاكي ابني. اصلا هذا حقك الطبيعي، والعناد تبعك شي وابنك مراد شي تاني. يلا لشوف البيس. هيا بطل، فوت ايدك؟ تيابك كلياتن صاروا مي لهالدرجة. ابني عفريت. برافو. انت رح تجي ماما رفيف لعنا؟ تعال شوف. يلا خليني نايمك هلأ. تعال اوبا نام لغطيك. رفيف انت منيحة؟ ايه طمن، ما فيني شي، بس اشتقت كتير لمراد وبدي حاكي اذا فايق. فايق انا معه ورح ننام سوا. طيب ماشي. نزلت حرارتك؟ ايه نزلت، تحسنت على الادوية، لا تخاف. ممكن احكي مع مراد؟ طبعا حبيبي. بدك تحكي مع ماما؟ أكيد. يلا يا بطل خود أحكي. أحكي لشوف. ألو ماما. إيه عمري حبيبي، كيفك؟ أنا منيح، كيفك؟ مراد يا حبيبي والله اشتقت لك. وأنا كمان اشتقت لك ماما. كمان بموت فيك يا عمري. يا روحي أنت، أنت أحلى أم بالعالم. أمتى رح تجي؟
عمران؟ عمران اسمعني ولا تطير ظهرك وتمشي. طلع بعيوني، أنا بعمري ما كذبت عليك. عمران مو معقول. خدهم على العنوان اللي قلت لك عليه. حفظت العنوان ما هيك؟ ماشي، يعطيك العافية. صباح الخير. يا ربي دخيلك. انتي وين كنتي؟ شو طلعك من البيت؟ ارتعبت عليكي، ليش ما خبرتيني؟ صباح النور، شبكي؟ نزلت على سوبر ماركت، قلت بجيب شوية أكل وجريدة أقراها. حياتي، كل الليل وحرارتك مرتفعة، وكان لازم ترتاحي وما تتحركي بنوب. لا تخافي يا ممرضة يا حنونة، مبارح تعبت لأني عصبت، بس اليوم صرت أحسن، انتي اطمني. لكن إذا هديت أعصابك، روحي اتصلي بعمران وحاكي وحلوا هالمشكلة بقى. ساوي لك معي بيت؟ رفيف، عم حاكيكي عن جد، لا تغيري الموضوع هيك. شو 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 سوزان؟ ايه شو قلتي؟ جاوبيني، رح تحكي معه ولا ما رح تحكي؟ لا، كل شي بيناتنا انتهى، وأنا خلص ما عاد عندي أي شي بنوب لحتى أحكي معه، تمام؟ رح حط الشاي على النار. أنا صار لازم لاقي شغل بأسرع وقت، بدي مراد يجي لعندي اليوم قبل بكرة. بتجيبيه لعندي ومنعيش كلنا سوا، لا تستعجلي على الشغل كتير. بجيبه لهون ما له قصة، بس بتعرفي مراد مصروفه كبير، مشان هيك لازم بلش أشتغل بسرعة. مسيك، يسلموا. كأنه مبكر اليوم جود بيك؟ لأنه بس يكون الجو هيك باسطنبول لا تروحوا عليك، فورا طلع بالبحر. مزبوط، والسمك بيكتر. امبارح طلعنا المساء أنا وأخي. المساء عليكم عزيمة لكان. ايه تكرم، منتشرف فيك. لنشوف شو لأمتى بقيان عنا؟ بكرة أنا راجع لندن، راحت للموسم الجاي لأرجع، عندي شغل. ترجع بالسلامة، شو ما لزمك أنا بالخدمة. شكرا، ما بتأثر. أوه أكرم، شو جابكم بهالوقت لهون؟ مشاغل الحياة يا داود، كيفك؟ أنا منيح، والصبح شفت جود. شو خير؟ ليش ترك الشغل وإجا لعنا؟ يا ريت تركه، راح لأنقرة وبكرة راجع على لندن، جود ما بيتغير. إيه شو بدك يا يعمل؟ يلي مرق عليه كان صعب، والله رجعته للحياة كانت معجزة. مزبوط، يلا بشوفك. مرق اليوم لعندي. اليوم صعب بس بحاول. ماشي. يسعد صباحك أكرم بيك، شرفت. شكرا يا حكمت، كيفك؟ تمام الحمد لله.
صباح الخير بابا. طلع. لا ما بدي. دقيت لك ليش ما عم ترد؟ اللي فطرت؟ اوه من زمان، فايق من 7 الصبح وانا تليفوني جوا مو سمعانه. نحن اليوم عنا اجتماع مع عمران، رح نشرب القهوة سوا ونحكي. ممتاز، روح شوفه انت، انا عندي مكالمة ضرورية مع لندن، اذا خلصت بكير بمرق لعندك. ماشي بابا، بشوفك بعدين. رفيف، ليش ما عم تاكلي شي؟ أكلت. صار موعد أدويتك، ما بيصير تاخديون على معدة فاضية، وكم مرة بدي أحكي؟ إذا ما أخدتي الدواء ما رح تطيبي، وإذا ما طبتي ما رح تشتغلي، وإذا ما اشتغلتي رح يضل مراد بعيد عنك، فهمتي؟ تمام، فهمت. ليكي، عم باكل. حاجة تنقي. في إعلانات كتير على الإنترنت، لو معك اللابتوب كنتي بتلاقي شغل بسرعة. شو بدي ساوي؟ رح أدور بإيدي لحتى لاقي. طلع معك شي لهلأ؟ رح يطلع. يا ترى مين جاية بهالوقت؟ ما بعرف مين جاية. قايمة افتح. تفضلوا. صباح الخير، متأسفين على الإزعاج. رفيف تعي شوي لهون. شو الموضوع سوزان؟ عم يقولوا عمران بعت لنا حراسة. عمران بيك وصلنا نجيب لكم هالغراض. قل له نحن مالنا بحاجته. طيب خلينا نسأل عمران بيك. لا ما في داعي تسألوا عن أي شيء. قل له رفيف ما بده منه شيء ورجع له إياهم. هاي راحوا. ارتحتي هلأ؟ منيح. وأخدوا معهم الأغراض اللي جابوهن ما هيك؟ رفيف لشو كل هالعصبية تبعك؟ الرجال ضل باله عندك، شو بدك أحسن من هيك رفيف؟ الرجال اللي بيحب مرته بياخدها من إيده على بيته وما بيبعت لها هيك معونات لعندها. فهمتي هلأ ليش أنا لازم لاقي شغل؟ أكرم بيك؟ حبيبي عمران، بعرف إني تعبتك معي. استغفر الله، شو هالحكي؟ إيه؟ اللي بقى شو سبب هالزيارة لإسطنبول؟ بصراحة مو بس الشغل، كمان جود هون عم بيغير جو، وأنا بيجي لزور رفقاتي هون ورجع أيام الشباب وذكرياتي بإسطنبول، بس يومين هون ما بيكفوا. أحسن من ما تجي بالمرة. اللي كيفك وكيف صحتك؟ صحتي بخير الحمد لله، بس بالي مشغول. الحياة ما أنا سهلة أبداً، بتلعب فينا. ما شاء الله ما بينخاف عليك. هيك شايف؟ شو بتحبوا تطلبوا؟ أنا بدي قهوة سادة يا ابني. هو أنت يا عمران شو بتشرب؟ قهوة وسط لو سمحت. تكرم أستاذ. دريت بوضع زياد اللي فيه تحسن، كيف صار هلأ؟ هلأ رح يعمل العملية ورح يتحسن إن شاء الله. ما رح طول عليك عمران بيك، ولعلمك شغلنا عم يتوسع، وأنا عم أحكي عن موضوع التغليف بشكل خاص، ونحن قدرنا نحقق تقدم أكثر من قبل. عم فكر افتح فرع وأسس شركة هون إسطنبول، وأنا طبعا بحاجة لمساعدتك. أكيد، أنا ليكني هون بالخدمة. ما بخبي عليك، أنا تعبت كتير، وابني جود كمان بيضل مشغول، لأنه بعد هداك الحادث راح كرس كل حياته للشغل. أنا اللي بعرفه أنه جود يئس من الشغل ومن الحياة كلياتها. الكل هيك بيفكروا، لأنه هو بيضل مسافر بين لندن وأنقرة، بس
هلأ من جديد قرر أنه يعيش بلندن بشكل دائم. ليش؟ عم بيتحجج بالشغل بس ما بده يعيش هون. بظن عم بيحاول يهرب من ذكرياته، وأنا هيك رح ضل لحالي. يا ما قلت له يا ابني يا جود خليك معي، وقلت له كمان راح أفتح لك فرع هون باسطنبول، بس ما عم يقتنع. مفهوم. طيب أنا بشو بقدر فيدكم؟ متأكد إنه الشراكة بيناتنا رح تكون ناجحة، وبالأخص فكرة غلاف المنتج تبع الست رفيف زادت نسبة المبيعات. يا ريتك جبتها معك. لا تطلع فيني هيك، أنا ماني غريب وبعرف يلي صاير. بدكم رفيف تشتغل معكم؟ أنا كل يلي بيهمني هو الشغل وبس، والمبيعات تزيد، وإذا أنت كنت مسؤول عن الشغل أنا برتاح. بس المدام رفيف هي يلي طرحت الفكرة، من الأفضل أن تكون موجودة. يسلموا إيديك يا بنتي. صحتين وهنا. شو بدك تقولي؟ مبين في بتمك حكي، احكي ولا تحصري. بنتي أنا صرت بعرفك أكثر من حالك بكتير. ماشي. طيب معناتها احكي لي أمي، شو مخبي علي أنتي وشكران؟ شو القصة؟ شو بده يكون فيه؟ ولا شي. تعرفي يا شكران بتطلع حقدني. أنا كمان بعرفك منيح أمي، من لما راحت رفيف تغيرتي، حتى لعندي ما عاد مرقتي. دخيلك ليش بدي اجي لعندك وضرتك راحت؟ اسمعي لقلك، بدي اياكي تحطي عقلك براسك ولا تعندي وتقولي بدي اخد بنتي وتضلي رايحه جايه عم تقولي بدي امشي. تحت امرك. انا رح اقوم انزل على الشركه اليوم، بترجع جلنار وبتدير بال على الاولاد. ماشي، اعملي اللي بيريحك. يلا أمي، ما خلصتي صار لك ساعتين. شو هاي قلة الأدب تبعك حنان؟ وليش قلبي خلقتك هيك؟ احكي شو بك؟ ولا شي. اسمعيني منيح حنان، أنا عيونك هدول بشيلهم، عم تفهمي؟ ولا تطلعي فيني بهالطريقة منوب. خلصنا أمي. حنان، إذا سألوكي شي بتقولي لهم نازلين على السوق، فهمتي علي؟ لأنه اللي ما بتتسمى ممكن توقف بوشنا. أمي أنت لشو عم بتخططي؟ ضايق خلقي وطالعة غير جو. اي ماشي، ما رح احكي. يلا تعال كلك كم لقمه. ما لي نفس. السبب ما بتعرفي؟ شايفتيني مو نايم وطول الليل كان مشغول بالي. المطلوب منك واضح، ليش عم تتعب حالك بالسهر والتفكير هيك؟ رح تبعد عن هالبنت وتنساها. يعني انتي مقررة وخالصة، وانتي شو رح تعملي؟ وانا شو دخلني ابني؟ اكتر ما هنالك اني بطل احكي مع سعاد. انا ما فيني خون عمران بيك، وانتي دير بالك، روح وارجع لشغلك وحط عقلك براسك وحاول تنسى كل شي شفته بهالفترة. لساتك شب ورح تتعرف على بنات كتير. يلا. صباح الخير خالي أسيل. صباح الخير. شو عملتي؟ حكيتي مع سليم؟ شو قالك؟ راجع على الشركة؟ راجع على الشركة بس هو ما قال لي إمتى. ليكي يعني هلأ أنت فيك تغطي عليه كم يوم، وإذا ما بتخبري عمران بيك بيكون أحسن. أكيد فيني، أنا بحلة لا تاكلي هم. شو بدي أسألك، بدك طالع الصينية من الفرن؟ استني ليكني جاي حنان،
فضلك ما رح انسى. سليم، صباح الخير. شو عم تعملي هون؟ برأيك ما لازم نحكي؟ ما في شي لحتى نحكي فيه. أنا حبيت أعتذر عن مبارح، ما قدرت سيطر على حالي. حنان روحي بلا ما حدا يشوفك ويفهمنا غلط. طيب رايحة، بس وعدني ترجع على الشغل. ضميري عم بيعذبني يا سليم، وما بدي يتدمر مستقبلك بسبب غبائي. بوعدك ضل بعيدة عنك وما رح أنطر منك شي لو سمحت. صدقيني أنا ماني عارفان شو بدي أعمل. لكن فكر، أنا ما خبرت حدا أنك تركت. لما تاخد قرارك بأخبرني. شكراً شكراً. لوين؟ ضايق خلقنا كتير وقلنا مننزل أنا وحنان شوي على السوق. ليك أنا طرتني بالسيارة والحراس كمان نازلين معنا. لا تقلقي. اسمعيني، أنتي ما عم بتفكري تعملي شي من يلي براسك، ما هيك؟ لا أمرت عمي. يلا جيبي شنطايتك وتعي معنا. يلا أمشي لك. هلا وقت السوق تبعيك، لا تروحي. شو أخدك؟ عادي خلينا نفكر بشي حل لنخلص من هالمصيبة سعاد. هالمرة إذا قدرت تضحك على يعقوب ونضل نروح فيها كلياتنا هون. خلصت لك ما رح طول، بس لأني وعدي حنان من زمان وما في غير عم أجله وما بدي تزعل مني. إيه بس لا تتأخري. طيب خليني روح وأحكي مع سعاد كلمتين لأفهم. شراكتنا مع بعض أكيد رح تقوينا، بس مو أكيد إنه رفيف تقدر تكمل معنا. عمران انت الا ما تلاقي طريقه تقنعه فيها. ورغم هيك رح نتصرف كانه مو معنا. خلينا نبلش على هذا الاساس. طيب مثل ما بدك. ايه من وين رح نبلش؟ لقيتوا مكتب شي؟ لسه ما لقينا مكتب، بس اي مكان صغير بكفي. طيب تعوا على شركتنا، في عنا قسم موجود بكفيكم ومناسب. هاي فكره ظريفه، و منصير على تواصل مباشر ومنوقع على مشاريع أكثر مع بعض، مو هيك؟ اتفقنا. ما عم ترد علي وراحت تدور على شغل. بس بدي أفهم لشو كل هالعناد هاد؟ وكأنه رفيقك يعني مانو عنيد أبداً؟ يعني شو بدها تشتغل؟ ما بعرف، أكيد بالسكرتاريا. أنا ناطرتها تحت لأنه ما خلتني أطلع معه. طيب شو رأيك إجي أنا كمان؟ فكرة حلوة كتير، تعا يلا بلا ما أضل ناطرة لحالي هون. ماشي، بس وصل لعندك بدي أقلك. يلا أنا رح سكر هلأ. شو قالوا لك؟ قالوا بدهم شهادة جامعية كرمال السكرتاريا؟ أي صح. مو شغلتك تعطي مواعيد للمرضى وتردي على التليفون؟ لشو كل هالتعقيد؟ ايه انا بعرف هالشي، بس هنن هيك قالوا، ولسه هي اول شغله الا ما لاقي غيره. ايه هلا منشوف. خلي شغلك المحترم يروح ولاقي غيره. لو مكانك ما بترك شغلي يروح مني بنوب. هي الشركه لعمران. وشو يعني؟ يعني مستحيل. يلا امشي، يلا نروح، عنا خيارات كتير. جلنار، الولاد بالغرفة، لا تنسي طعميهم بعد ساعتين. حاضر مدام. أنا من اليوم ورايح ما رح كون بالبيت بالنهار، رح بلش بشغل. زبطي وقتك على هالأساس، مفهوم؟ حاضر. يعطيك العافية. تفضلي. محمود كاراكوي بأي غرفة موجود يا ترى؟ ثواني لشوف. طيب
غرفة 203 موجودة بالطابق الثالث بآخر الممر هاليوم. تمام، شكرا لك. أهلا. ايه يعقوب، وينك انت؟ مع الشباب قاعد عم يشرب قهوة. ليش شوفي؟ انا وحنان نزلنا على السوق شوي، الحراس معنا كمان، لا تقلق، قلت لحالي بس بخبرك. ماشي، لا تتأخروا. ماشي، دير بالك، بشوفك، باي باي. اها يم، مرتاح؟ ايه مرتاح امي، يسلموا ايديكي. بدي عزبك، جيبي لي مي. ايه على عيني حبيبي. بس ما عندي كاسات، يلا اشرب من القنينة. يلا حبيبي، على مالك. يسلموا. بكفي؟ ايه. رايح اشوف الدكتور واحكي معه. ايه ماشي امي، روحي. لا تاكلي امي، ما بطول. ماشي. مرحبا. أهلا وسهلا، عم تدوري على حدا؟ أنا شكراً، شكراً يا رقان. مرته ليعقوب. الحمد لله على سلامته، كيف صار؟ الحمد لله، أحسن بكتير. بصراحة أنا إجيت لعندك لأتعرف عليك وأحكي معك شوي. عم اسمعك، بس حابة اتعرف على حماتي الحقيقية. انا عرفت كل شيء، وبعرف انك بتكوني امه ليعقوب. يعقوب كمان بيعرف؟ قبل ما اعرفك وافهم منك القصة منيح، ما رح خبر يعقوب بشي منوب. منيح، لانه الموضوع حساس عنده. خير ما عملتي. طيب إذا عندك وقت أنا حابة نقعد وأسألك كم سؤال. أنتي من حقك تسألي، بس لا المكان ولا الزمان مناسبين لهالحديث. ليكي أنا مالي ناوية عشر، ومعك حق لأنه ابنك لسه مريض ونايم جوا، بس أنا ما عاد فيني خبي عن زوجي أكتر من هيك. اسمعي، إذا ما حكيتي لي كل شي هلأ رح تنجبري بكرة تجاوبي على أسئلة يعقوب بدون رحمة، والقرار بإيدك. تعي لقلك أسيل. مرينا عم تخانم. اتصلت فيك شي هديك اللي اسمها سعاد؟ لا ابدا ما اتصلت. وليش لا تتصل فيني؟ ما في حكي بيناتنا بنوب. طيب اذا اتصلت تجي بتخبريني فورا، فهمتي؟ امرك. هذا هو. يلا يا رب تزبط ان شاء الله. انت استني هون. ايه ماشي، اصلا جلال جاي على الطريق. ليش؟ كان قريب علينا وقال بده يشوفني. امي قلت له يجي. ماشي سوزان عادي، بس انت نبهي عليه انه ما يجيب سيره لعمران عن شي ابنه. اقدي عليه، فهمتي؟ خلاص لا تقلقي، رح نبهه. ما بطول. موفقه.